هناك من يرى أنه تم تسييس القضية وتحولت الأزمة إلى اصطفافات أيديولوجية بعيدا عن المصلحة الوطنية ومصلحة التلاميذ والتعليم عموما. ما رأيكما؟ وأبدأ من عندك أستاذ مصطفى. شكرا. أولا نحن لا نخون أحدا، نحن في حزب استقلال اخترنا منذ البدء ألا ننخرط في المغالطات وفي سوء الفهم الحاصل اليوم، وكذلك اخترنا ألا ندخل في النقاشات السياسوية وفي أدلجة التعليم، لأننا نعتبر بأن التعليم كما قال الزعيم والعلامة علال الفاسي بأنه مسألة حياة أو موت، واعتبرنا بأن التعليم قضية وطنية. لذلك انخرطنا في حزب الاستقلال منذ شهور على مناقشة الرؤية الاستراتيجية وكذلك القانون الإطار، والفريق الاستقلالي في مجلس النواب بذل مجهود كبير جدا لإعطاء رأيه ولتقييم المشروع القانون الإطار وكذلك لتصحيح بعض النقاط فيه. ويكفينا شرفا أننا أزلنا من مشروع القانون الإطار وأقنعنا بقية الفروق لإزالة التعاقد منه وكذلك للتخلي عن الرسومات وبالتالي الحفاظ على مجانية التعليم. ننتقل إلى السيد خليل لنسمع رأيه. موضوع التعليم، هل بالفعل تم تسييس هذه القضية؟ بالفعل تم تسييس هذه القضية، لأن خروج رئيس الحكومة السابق للقول بأن هناك خطر داهم على المدرسة المغربية وعلى المجتمع المغربي هي حسابات سياسية فقط بين الرئيس الحالي، رئيس الحكومة الحالي والرئيس السابق. فيما يخص حزب الاستقلال يمكن الاعتراف بأنهم كان حزب دائم يدافع دائما عن اللغة العربية ولم يزح لم يتغير موقفه، ولكن لاعتبارات سياسية أكيد، لأن هناك ثلاث منطلقات، سواء منطلق سياسي أو سياسوي، منطلق إيديولوجي اللي فيه خليط من مسألة الهوية العربية الأمازيغية، وهناك المنطلق براغماتي، وهذا المنطلق براغماتي ينطلق من مسألة واحدة، وأن تعليم العلوم باللغة الفرنسية هو حظ بالنسبة، حظوظ كبيرة بالنسبة للمتعلم بأن يلج سوق الشغل. ولهذا ترى أن بعض الناس الذين يطلبون بالتعريب يدفعون أبنائهم للتعلم باللغة الفرنسية في البعثات.